هذا مدخن يسأل فضيلتكم يريد أن يترك التدخين، فماذا تنصحونه؟ الحمد لله، يعني التدخين تركه صعب لا شك، لأن هذا إدمان، إدمان عادة، تغيير العادة صعب لكن ليس مستحيلا. في ناس كثير ترك التدخين، هذا الدليل، بعلاج مادي بعلاج للروح ترك التدخين. فلا بد أولا أن يكون عند الشخص إخلاص لله عز وجل، يكون فعلا يريد أن يتركه لله عز وجل، لأن بعض الناس يتركون التدخين الأمراض، الأمراض طيب، يعني هذا يعني صحيح من جهة المعنى، لكن الأعلى من هذا أن يتركه توبة لله، لأن الآن هذا ذنب، لازم يعرف أنه هو الآن مرتكب معصية. ثانيا أن يكون عنده محبة لله قوية حتى يتغلب بها على محبة الدخان، يعني إذا كانت محبة الله في قلبي أقوى أشغلته عن تلك المحبة الأخرى. هذه مشكلة يا شيخ، المجتمع اليوم عندنا قضية تعظيم الله سبحانه وتعالى هذه أقل من غيره، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك ترتكب المعاصي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يتلذذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. فإذا صارت هذه الأشياء حصل له فرح وسرور ولذة ونعمة تغنيه عن الدخان وغيره، يعني توبة. ثم كذلك الاستعانة بالله عز وجل، يعني أن تفوض أمرك إلى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والله يعين، يعني الله عز وجل يعين من يريد الخير لا يتركه وحيدا. وكذلك الإنسان يعالج المسألة أيضا بالإقناع العقلي، يقارن اللذة الموهومة بالضرر البالغ، يقولون هو هذا الدخان منعش، وهذا بعد الدوام مفيد، وهذا بعد الوجبة الغذائية، وهذا يعني، ويتصورون في أشياء يعني من المناقب ونحو ذلك. قارن اللذة المزعومة بالأضرار هذه المذكورة، ثم التسلح بالعزيمة الصادقة. يعني نحن لما يكون واحد عنده يعني إصرار سينجح، النمل عندها إصرار، تعلم من النمل وتعلم من النحل، مثل هذه الأشياء. ثم الإنسان لو كان يعني ما قاوم نفسه خلاص سيشربه ما حي، إذا غضبت ستشرب، وإذا رضيت ستشرب، وإذا فرحت يا أيها المدخنة ستشربينه، وإذا حزنت، وإذا كنت وحيدا، وإذا كنت مع الجماعة. فأين الإرادة القوية التي فيها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى؟ ثم المسألة تحتاج إلى صبر. هو أول ما يبطل يقول غثيان، أنا أحس بقي، أنا أحس بدوخة. دوخة، كلمة دوخة هذه سمعناها كثيرا من الناس يريدون التوبة من التدخين، يقول ليش هذا؟ يقول الله أنا تركته كثير، لأن كل ما تركه يرجع إليه. ومن يتصبر يصبره الله، وهذه مهمة. قال ابن القيم رحمه الله: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، أما من تركها مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة. والصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. ثم إن الله سبحانه وتعالى يؤيد عبده، والعبد هذا يفكر في الآخرة، يفكر يحرق الآن أشياء سيحترق، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة بعدها النار. ثم ياخر واحد يكون عنده علو همة، يعني لازم يجلس السفاسف هذه، والله رأينا هذه صورهم في المقاهي، هل هذا عز؟ لا والله ذل. هل هذا شيء مفيد للنفس والمجتمع؟ لا والله ضرر. ما بس خلص تزجية أوقات واجتماع شباب فارغ، يقول ماذا نفعل؟ فراغ. طيب وين الهمة في نصرة الدين؟ الأمة تحتاج إلى أشياء كثيرة، تركتم كل هذه الأشياء والآن وقعتم يعني مشتغلتم بالدخان والشيشة وعلى هذه الشاشة والمعسل والشاشات والمعسل، وأعمار تفنى، وهذه أوقات سيسألون عنها. ثم الإنسان ترى مع الصيام لو استعملها أيضا فهو علاج نافع، والدعاء، الدعاء من أعظم العلاجات، ادعوني أستجب لكم. وبعض الأخوات تقول
سألت ربي بصدق أن زوجي يترك التدخين من كثر الأذى، الأذى أنا ما أصرت أطيقه إذا دخل البيت، من الرائحة ومن ملابسه ومن من 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 اصفرار أسنانه ومن من النكد بسبب التدخين هذا، وعندنا مواليد صغار حرام، أقول حرام عليك عشان الأطفال. أحيانا استجيب يطلع يدخن برا، وأحيانا يدخن من باب، لكن تقول فألححت على ربي بالدعاء. يقول قيض، تقول قيض الله لي طبيبا، طلع مرة من المستشفى، أنا وزوجي رايحين راجع المستشفى، وطبيب طالع من المستشفى رأى زوجي يدخن، فالطبيب يعني فيه خير ولا لكنه فعل، قال له يا أنت يا أيها الإنسان تبغاني أوريك إيش المرض، الحالة المرضية اللي كنت أعالجها الآن بسبب التدخين إيش فيها، تعال تبغى تشوف أوريك الوضع، ما تتقي الله، ما تستحي من الله، ما تخاف الله، هذا الذي يحرق نفسك، تحرق به جسدك، تحرق به أهلك، وتؤثر بأولادك. يعني كان ذلك من الأسباب. أصلا واحد لو فكر، يعني هل هو إذا جاي يدخن يقول بسم الله، وإذا خلص يقول الحمد لله، وإذا نسي يقول في الوسط بسم الله ولا في أوله وآخره، وإيش هي هذه النعمة اللي إذا واحد، يعني هل واحد يأكل وإذا خلص باقي شوي محطة يدعس عليها؟ طيب والسيجارة يحطها يدعس عليها، أي ما هي نعمة هذه؟ لو نعمة ما دعس عليها برجله. وأين الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؟ وقضية ملء الفراغ بتقوى بالعمل للإسلام. وليحذر اليأس يا أخي، بعض الناس يقول حاولنا وحاولنا، نقول ما حاولوا مرات، حاول، لا تضجروا من محاولة، استمروا في ذلك ثم قلل. هم أصلا ينصحون بنصائح تقليل عدد السجائر وتقليل مدة شفط السيجارة، ترى هذه أشياء يعني مؤثرة أيضا. ثم مجالس الأخيار، أنت الآن لو صاحبت الأخيار ما في فرصة أصلا للتدخين، إذا ما صاحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، كما سمعنا من كل الشباب المدخنين مشكلتهم في أقرناء السوء الذين علموهم.